شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في الحديث المروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية. ملكيتنا نحن البشر للأشياء على نوعين. النوع الأول الملكية الحقيقية، متى تتكون الملكية الحقيقية؟ الملكية الحقيقية تتكون حينما يكون شيء قائما بشيء آخر، يعني هذا الوجود الأول في عمق ذاته وفي حق وجوده يعتمد على وجود الموجود الثاني، بحيث أننا لو أخذنا هذا الربط عندنا مرتبط به، وعندنا مرتبط، وعندنا ربط فيما بين هاتين الحقيقتين. إذا أخذنا هذا الربط وسلبنا هذا الربط، المرتبط لا يبقى له وجود بالمرة، لأن حقيقته حقيقة الربط، ذاته ذات الربط. فإذا أخذنا هذا الربط لا يبقى لها وجود. هذا النوع الأول. يمكن أن نمثل لهذا النوع بملكيتنا لقوانا. نحن نملك مجموعة من القوى، الله تعالى أعطانا هذه القوى، القوى الظاهرة والقوى الباطنة. هذه القوى وجودها مرهون بوجودنا، حدوثها مربوط بحدوثنا، وبقاؤها مربوط ببقائنا
في أي يوم نحن لم نبقى لا بقاء لهذه القوى التي نملكها. هذا هو النوع الأول، الملكية الحقيقية. النوع الثاني، الملكية الاعتبارية. حقيقتان لا ربط حقيقي فيما بينهما. وجود إحدى الحقيقتين مو مرهون بوجود الحقيقة الثانية. هذه العباءة التي أضعها على كتفي، أنا أملك هذه العباءة، ولكن وجود هذه العباءة هل يرتبط بوجودي؟ لا. لعل هذه العباءة كانت قبل أن أكون، لعل هذه الدار التي تملكها كانت قبل أن تكون، فوجودها لا يرتبط بوجودك، وبقاؤها أيضا لا يرتبط ببقائك. من الممكن أن البشر يموت وتبقى هذه الأشياء التي يملكها ملكية اعتبارية. الملكية الاعتبارية يعني اعتبار الملك، يعني فرض الملك، فلا وجود لهذه الملكية إلا في عالم الفرض وفي عالم الاعتبار. النقطة التي يهمنا البحث حولها أن كل الملكيات، الملكيات كلها حقيقية كانت أو اعتبارية، تنتهي بالموت، لأن هذه الملكيات كانت مرتهنة بهذا الوجود، إما في عالم العين وإما في عالم الاعتبار. إذا واحد غمض عينه انتهى كل شيء. هذه القوى اللي احنا الآن نملكها، القوى اللي موجودة في داخلنا، التي نتحرك بها وننظر بها ونتكلم بها ونقوم بها بكل ما نحب، بلحظة واحدة تنتهي. عندما تأتي تلك اللحظة ونغمض أعيننا، بعد هذا البشر أذنه سليمة، ماكو هنالك خلل في الأذن، عطل ماكو، ولكن الأذن لا تسمع. ليش؟ لأن السماع كان قائما بنا. أنا يعني منه؟ أنا أقول عيني، أقول أذني، أقول يدي. هذه الياء تعبر عن ماذا؟ اللي تنسب كل شيء إليك. أنا من أنت؟ أنت تقول يدي. الياء تعبر عن ماذا؟ تعبر عن ذلك الجوهر اللطيف الذي يدير كل هذه القوى. إذا ذلك الجوهر اللطيف فارق هذا البدن، الأذن ما فيها خلل موضعي ولكنها لا تسمع، العين ما فيها خلل موضعي ولكنها لا تبصر. هذه القوة التي بها نقاوم الأشياء التي تهجم علينا، بمجرد ما واحد يغمض عينه ينتهي كل شيء في خلال دقائق معدودة. وإذا بهذه الجراثيم المنتشرة في الفضاء وفي كل مكان، الآن هذا الهواء الذي نتنفسه مليء بالجراثيم، ليش متأثر علينا؟ لأن تلك الحقيقة تقاوم. إذا تلك الحقيقة انتهت، إذا تلك الحقيقة ذهبت،
بعد ماكو قدرة على المقاومة، في خلال دقائق معدودة الجراثيم تهجم على هذا البدن وتفتك فيه فتكا ذريعا، لعله خلال ساعات معدودة أقرب المقربين إلى هذا الرجل لا يتحمل أن يظل بجانبه. انتهى، راح بعد ما إلى وجود، كل شيء انتهى، هذه الملكيات الحقيقية انتهت، هذه الملكيات الاعتبارية كلها انتهت. بهلول رؤية في المقابر وهو يخاطب أهل المقابر ويقول لهم: أي كذبة، مر رجل وقال له: هل تجدد جنونك يا بهلول؟ أنت تخاطب الأموات، شنو تقول أي كذبة؟ قال: هؤلاء الأفراد كانوا يقولون بيتي، دابتي، ثيابي، زوجتي، أنا، أين ذهبت هذه الأشياء التي كانوا يدعونها؟ كلها انتهت، كلها ذهبت، الروح انتقلت إلى نشأة ثانية لا علاقة لها بهذه النشأة المادية، وهذا البدن تحول إلى جماد فاقد لأدنى قدرة على المقاومة. الله سبحانه وتعالى تفضلا منه ورحمة، حتى بعد الموت أبقى خيطا. المفروض أن ينتهي كل شيء، أولم نعمركم ما عشت خلال هذه المدة، ما رأيتم الأموات ينقلون في كل يوم، ما رأيتم الشعرات البيضاء التي هي نذر الموت، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ما عمرت، ما رأيتم الأموات وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. انتهى كل شيء، ما تذكر، يجب أن يسدل الستار على كل شيء، ولكن الله رحمة منه بهذا العبد الغافل الجاهل الظلوم، رحمة منه بهذا العبد أبقى له خيطا، وهذا الخيط هو خيط الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. المفروض أن ينتهي كل شيء، ولكن الله تعالى أبقى العلقة الاعتبارية بينك وبين ثلث أموالك. الوصية من الناحية اللغوية شنو معناها؟ الوصية مأخوذة راجع العروة الوثقى للعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، مأخوذة من وصى يصي، وصى يعني وصل، إذا وصلتم بين شيئين يطلق على ذلك الوصية. أنت في خلال حياتك كنت تتصرف في أموالك، كنت يعجبك أن تعمل بها ما تحب، الله تعالى تفضلا منه يصل هذا التصرف مما قبل الحياة إلى ما بعد الحياة، ولكن في الثلث فقط. أنت مخير أن تعمل في ثلثك ما تحب، أعطوا ثلثي لفلان، الله يقول ما في إشكال، ابنوا بثلث مسجد، الله يقول ما في إشكال، أي شيء تحب أن يعمل بثلثك الله تعالى أجاز لك أن تتصرف في الثلث. في الوصية أكو تأكيد شديد، الوصية بالثلث
والوصية ببقية الأشياء التي تعجبك في الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. ما قال الشياب فقط، ما قال الشيوخ فقط، لا، الشباب والشيوخ، الصغار البالغون والكبار، كلهم لا ينبغي أن يبيت ليلة واحدة إلا ووصيته معه. الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوصية حق على كل مسلم، كل مسلم حق عليه، يعني ثابت عليه أن يوصي. الرواية الثالثة مروية عنهم صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى وتبارك يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاثة. هذا التفضل من الله كما أشرنا في بداية الحديث. سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك. إذا المحيطين بالميت، ما أقول كل ميت، كثير من الموتى كانوا يعلمون حقيقة هذا الميت لهربوا عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل: أحسن الله بنا إن الخطايا لا تفوح. إذا الخطايا كانت فيها رائحة ما كان يعاشر أحد أحدا والعياذ بالله. إذا كانت تكشف السرائر يوم تبلى السرائر، إذا كانت تكشف ما كان يعاشر أحد أحدا إلا المتقين. سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، يعني ما دفنوك. وأوسعت عليك، أعطيتك القدرة، فاستقرضت منك. الله يطلب منك القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلم تقدم خيرا. الثالث شاهدنا في هذه القطعة: وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك. هذا تفضل، تطول من الله، أنه جعل لك حق الاختيار حتى بعد الموت. فلم تقدم خيرا. لماذا ما قدمت الخير؟ كل واحد منا في هذا اليوم ينبغي له أن يعمل بهذا الحق الشرعي، الأشياء اللي في ذمته، الديون التي في ذمته، إذا يتمكن الآن يؤديها، وإذا ما يتمكن يوصي بها في وصيته، ويؤكد هذه الوصية حتى يعمل بها بعد موته. هذا الموضوع الأول: من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية. الموضوع الثاني: التعجيل في الوصية. ليش تخلي واحد وصيك؟ ليش تخلي ابنك وصيك؟ أنت كن وصي نفسك. إذا واحد هو قلبه ما يحترق على نفسه، أكو واحد آخر يحترق قلبه عليه؟ أنت أقرب الناس إلى نفسك، أنت ليش ما تعمل؟ أنت اعمل ما تحب أن يعمل بعد موتك. ابن كان يشوق أبوه، يقول له: قدم خيرا لآخرتك. الأب كان يقول: أنا موصي، أنا كاتب في الوصية. كان يقول له: أنت سوي. كان يقول له: كاتب. في يوم من الأيام في العهود القديمة
الأزقة القديمة يمكن شايفيها فيها ظلام وفيها حفر وفيها منخفضات وفيها مياه في الشتاء ظلام. الابن أعطى المصباح النفطي لابنه، قال له أخذ هذا المفتاح، هذا المصباح أمامي حتى أنا أشوف الطريق. الابن أخذ المصباح وأخذ يمشي خلف أبيه، خلف ما يشوف شيء الأب قدامه. قال له الأب أخذ المصباح أمامي، قال أنت علمتني. قال وكيف؟ قال المصباح الذي خلفك لا ينير لك، المصباح الذي ينير لك هو المصباح الذي أمامك، أخذ المصباح أمامك. واحد يروح في القبر ينتظر أولاده، ينتظر الأوصياء، يسوون الوصية لو ما يسوون الوصية. أنت إذا عمرت دارا تروح للبيت وتوصي أنه تعالوا جيبوا لي فرش، جابوا لك فرش أو ما جابوا لك فرش. أنت إذا رحت في ذاك البيت وما جابوا لك فرش لازم تنام في تلك الليلة وتأكل الحر والبرد. إذا ما جابوا لك في البرد وسائل التكييف لازم ترجف من الليل للصبح. أنت سوي هذا العمل. الإنسان في قبره وهو محتاج إلى كلمة. في المنام رأى شخص شخصا، قال له كيف حالكم؟ قال هاي حقيقة، نحن أحوج إلى الخيرات من اللقمة التي ترمونها للكلاب أجلكم الله، لأن الكلب إذا ما رميت له لقمة يروح إلى مكان ثاني. ولكن هذا الميت إذا أولاده ما يسووا له خير، إذا أقرباءه ما يسووا له خير، هذا وين يروح؟ إلى أي باب يولي ويتجه؟ واحد يروح هناك منتظر في القبر يعاني الأهوال والمشاكل، أبناء يسووا له أو ما يسووا له، زوجته تسوي له أو ما تسوي له، هو ليش ما يسوي؟ هو خلي يقدم في حياته. هذا مو من العقل واحد يعلق على مجهول، هو خلي يقدم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. واحد يروح هناك مرتاح، أولاد فعلوا له شيئا أو لم يفعلوا له شيئا، حتى الولد المتدين لا تقول هذا ابني متدين، من قال لك إنه يبقى متدين؟ إذا الثروة إجت بيده الأفراد يمتحنون بالثروة، إذا الثروة إجت بيده يعمل ذلك أو لا يعمل، يتماهل أو لا يتماهل. كثير من الأوصياء يتماهلون في أداء الوصية اليوم وبكرة، ليش واحد هو ما يسوي في حياته؟ فيضمن آخرته ويضمن أن لا يندم في ذلك العالم. ينقل عن الشيخ المرتضى رحمة الله تعالى عليه، حقيقة هذا رجل كان بطل من أبطال العلم والتقوى، بطل في العلم وبطل في التقوى. عاش حياته في فقر، طبعا فقر اختياري، احنا عندنا نوعين من الفقر، واحد فقر قهري، واحد فقير ما عنده، واحد فقر اختياري يعني يقدر الأموال بيده ولكن ما يتصرف في هذه الأموال. جابوا له أموال، جابوا له ثروات، قال أنا ما يعجبني، أنا يعجبني أن أعيش عيشة الفقراء. هذا بحث آخر إن شاء الله نبحث في وقت آخر. كان يعيش في فقر. ينقل أنه في اللحظات الأخيرة من حياته، لحظات الاحتضار وهي أصعب اللحظات على الإنسان، يقولون مرارة الموت ويقولون حلاوة الموت. حلاوة الموت لأن واحد يرتاح من هذه الحياة، المؤمن يعني يرتاح، يروح إلى روح الله وإلى جنة الله، يعيش في هذه الدنيا أسير المشاكل والتبعات والاضطرابات يرتاح. فالموت فيها حلاوة من جانب،
والموت فيه مرارة من جانب. ليش؟ لأن فد مرة الحجاب يكشف. عندما كشف الحجاب واحد يلاحظ تلك المراتب الرفيعة كان بإمكانه يصل إليها في هذه الحياة فوتها على نفسه إلى النهاية. أكو في أحوال بعض العلماء أنه عندما كان يدخل في مكتبه كان يتحسر عند من العلوم ما لا يعلمها إلا الله، ولكن إلى حد من العلم. العلم كلما تروح أكو مجال، فواحد يتألم ليش فرط في حياته. لذلك الكل يندم عند الموت. هذه هي المرارة، هذه لعلها مرارة الموت. يشوف ليش ما قدم أكثر، سويت مسجد في حياتي ليش ما سويت مسجد ثاني، قلت سبحان الله 1000 مرة باليوم ليش ما قلت 2000 مرة، وبعد ماكو إمكان للتدارك، انتهى كل شيء، طويت. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا الوجه قد يجمع فيه بين الروايات التي تذكر حلاوة الموت من جانب ومرارة الموت من جانب آخر. في تلك اللحظات جاءه عالمان من العلماء لعيادته، قال لهم اشهدوا أنا لا أملك إلا خاتمي والفرو الذي علي والعصا التي عندي، وهذه بقشة من الثياب والملابس عندي، 4 أشياء: بقشة ملابس، عصا، خاتم، فرو يلبس. هذه كل ملكية أعظم مرجع من مراجع الشيعة في عهده. أنا لا أظن أي مذهب وأي مبدأ في التاريخ يملك هكذا مراجع. هذا مو فقط الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، تاريخ مرجعياتنا الشيعية حافل بأمثال هذه المرجعيات التي سارت على خطى رسول الله وعلى خطى علي صلوات الله عليه. هذه البقشة صحيح أنها ملابس قديمة ولكنها نظيفة، أخذوها الآن الآن مو بعد موته، كلها روحوا وزعوها على الطلبة، اعطوها للطلبة المحتاجين. وهذا الخاتم والعصا لك أيها العالم، وهذا الفرو لك أيها العالم، وانتهى كل شيء. واحد في حياته طبعا هو يتمكن أن يعطي كل ما يملك في سبيل الله، طبعا إذا ما يضيع أولاده وبناته، وإلا فهو مو مرغوب عنه. أما واحد في حياته يتمكن يعطي كل شيء، الشيخ كل ملكية أعطاها في سبيل الله في حياته. المطلب الأول، واحد يكتب وصيته في هذا اليوم لكي لا يبيت هذه الليلة بلا وصية. والمطلب الثاني أن واحد يحاول تعجيل الوصية حتى لا يكون أسير أولاده وأوصيائه. عندما ينام في قبره ينام مرتاحا من هذه الجهة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نقدم لحياتنا الحقيقية، وأن لا يجعلنا من الغافلين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا.
الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي